كشف موقع فينيك فوتبال المختص في أخبار المنتخب الوطني الجزائري ومحترفيه عن القائمة الموسعة التي أعدها جمال بالماضي تحضيرا للقاءات الودية الثلاث التي سيخوضها المنتخب الجزائري ضد كل من موريتانيا ومالي وتونس بداية شهر جوان المقبل. وجاءت القائمة كالتالي: في مركز حراسة المرمى كل من رايس وهابن بولحي ومليك عسلة وعز الدين دوخة وألكسندر أوكيجا. أما في مركز الدفاع فنجد كل من أحمد طوبة وحسين بن عيادة وعيسى ماندي وعبد الجليل مديوب ومحمد فارس ويانيش حماش لاعب وبيستا البرتغالي ومهدي طاهات ومهدي زفان ويوسف عطال. كما نجد أيضا حكيم زداركا مدافع أيمن كليرمون فوت الفرنسي وكذا جمال بالعمري ورضا حليمية ورامي بن سبعيني وعبد القادر بدران. أما في وسط الميدان فنجد كل من مهدي عبيد، مهدي زرقان، سفيان فيغولي، عدان قديورة، إسماعيل بن ناصر، ياسين إبراهيمي، رامي الزروقي، هاريس بالقبلة، آدم زرقان، هشام بوداوي وفريد بولحية. أما في الهجوم فتضم القائمة كل من زين الدين فرحات، يوسف بالليلي، بغداد بونجاح، أندي ديلور، إسلام سليماني، آدم والناس، أسامة درفلو، سعيد بن رحمة، رشيد غزال، وقائد المنتخب رياض محرز. هذا في انتظار الإعلان الرسمي للقائمة من طرف الناخب الوطني جمال بالماضي.